في البروجكت بتاعنا بتاع البرودكتس هنكون محتاجين نعمل داتابيز، والداتابيز دي هنربطها بالنود جي اس. فاحنا محتاجين تيبل هندخل فيه البيانات بتاعتنا ونشتغل عليه. طبعا انا اخترت المره دي في البروجكت دوت نشتغل ماي اس كيو ال، بس مش هنشتغل في كل البروجكتس ماي اس كيو ال. انا محتاج ان احنا نعمل اكتر من بروجكت، وكل بروجكت نستخدم فيه ادوات مختلفه. على العموم انا مسطب هنا الاكزام، اللي مش عارف يسطب الاكزام في فيديوهات بتشرح دوت، ومشغلين الماي اس كيو ال والكلام ده كله، فده كويس. احنا دلوقتي هنروح على المكان اللي احنا مشغلين فيه الاكزام، ادي اللي مسطبين فيه الاكزام، انا مسطبه على السي على طول، وهقوم الاكزام بكنترول عشان اشغل البي اتش بي ماي ادمن. لو انت شغال باسلوب تاني او شغال باي بي اتش بي ماي ادمن ما عنديش مشكله، اشتغل زي ما تحب. انا بس الاباتشي عمل راننج اهو، استعمل له ستارت، وما اس كيو ال عمل له ستارت، ما عندناش مشكله. فالبي اتش بي ماي ادمن هخش ادوس على ادمن قدام ماي اس كيو ال، او اخش على البراوزر بتاعي ولوكال هوست وسلاش بي اتش بي ماي ادمن عشان ارن الايه، ارن البي اتش بي ماي ادمن عشان اقدر اعمل عليها ال التيبلز بتاعتي. ادي اللوكال هوست بي اتش بي ماي ادمن، ادي السيرفر، وادي مجموعه الداتابيزز اللي موجوده. انا هعمل نيو داتابيز، الداتابيز بتاعتك هتسميها ايه؟ قلت له اسميها برودكتس. كوليشن هختار، عشان لو ده عايز ادخل عربي يبقى الافضل ان اختار يو تي اف 8 جنرال سي اي. وكرييت التيبل اللي انا هعمله هسميه ايه؟ قلت له اسمي التيبل دوت برودكت، ده اسم التيبل اللي انا عايزه. نمبر اوف كولوم هنشوف ادي 4، ولو احنا عايزين اكتر او 6، ولو عايزين اكتر نبقى نزود. اول حاجه هتضيفها ايه؟ قلت له انا عايز اعمل برودكت اي دي، والبرودكت اي دي دوت هيبقى نوعه انت، مفيش مشكله. واللينس بتاعه ممكن نخليه لغايه 4. وي 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 وايه تاني؟ طبعا عايزين اوتو انكريمنت عشان يبقى بيزيد بشكل تلقائي. عايز اعمله مثلا برايمري كي مثلا ولا حاجه، طبعا هو قال لي خلاص هنعمله برايمري، قلت له اوكي ما تكتبش هنا سايز، ماشي او جو وخلاص. بعد كده بعد البرودكت اي دي عنوان البرودكت تايتل، اسم البرودكت يعني، وده طبعا هيبقى فار كاركتر. الاسم ممكن يكون طويل، نختاره مثلا 70 في اللينس. بعد عنوان المنتج كوانتيتي، يعني الحجم او الكمية، لو انت بتبيع بكميات فيها كسور اختار ديسيمال، لو انت بتبيع بكميات في كاس سليمة صحيحة يعني اختار انت، مفيش مشكلة، مثلا 4. بعد الكوانتيتي مثلا محتاجين البرايس، البرايس ده ممكن يبقى طبعا رقم في كسور فهنختار ديسيمال، ممكن اقول 8 منهم 13 او زي ما انت عايز. ايه تاني؟ ايه اللي تاني ممكن يكون محتاجينه؟ الكاتيجوري اللي هي الفئة اللي تحتيها المنتج دوت، وطبعا دي هتبقى var character، ونقول مثلا 70. وبعد الكاتيجوري ممكن نحط image لو في صورة، ودي برضو var character بس ممكن نحطها كبيرة شوية، 55. محتاجين كمان كولوم أخير أو اللوجو كده على add one column، وأقول له description، وده هيبقى var character مثلا 255. ماشي، ده التيبل بتاعنا. طبعا عايزين نعمل بريفيو لل SQL، ادي الامر بتاعنا اهو، وادوس على سيف عشان يرن الامر، رن التيبل، وادي الايه الداتا بتاعتنا زي ما احنا
شايفين اهي ده التيبل بتاعنا بتاع البرودكت اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليه.